اتصرف ازاي لو ابني لا قدر الله بلع اي ماده سامه. نمره واحد، اوعي تخليه يرجع، انت كده بتخلي كل المواد السامه وحاجات الايروسيف الكاويه تطلع تاكل في المريء وتعمله قرحه، فما تعمليش كده، بلاش يرجع. اتحركي فورا لاقرب مركز سموم قدامك، هحط لك كل ارقام مركز السموم تحت. الطفل ممكن يشرب لبن او ممكن يشرب لبن بس ربع كوبايه لبن مش اكتر عشان ما يرجعش. ممكن تستبدلي لبن بميه عادي جدا، هو الموضوع كله ان هو بيخفف مفعول شويه الماده السامه. اوعي تدي انتينال، اوعي تدي فلاجيل، اوعي تدي فحم من نفسك لانه المفروض يتاخد في حالات معينه هو الفحم النشط. لو ابنك بالع بطاريه ساعه لازم تديله معلقه عسل تحوط البطاريه قبل ما تنفجر وتجري بسرعه المستشفى. هتلاقيني حاطه لك بلاي ليست كامله لكل المواد السامه وتتصرفي ازاي مع كل واحده فيهم.